عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم غدا نقدم لكم دجاج ديال المناسبات، وماشي ضروري تكون عندنا مناسبه باش نحضروا الدجاج محمر. نفرحوا حتى حنا وليداتنا ونفرحوا ريوسنا ان شاء الله، هكا نكونوا مجموعين مع وليداتنا. وكيجي زوين ان شاء الله، غادي تجربوه وغادي يعجبكم. الطريقه ديال العراسات، وهانتوما غتشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى تتبعوني للاخير باش تشوفوا كاع المراحل اللي غادي ندوز منها ان شاء الله. بالنسبه للمكونات، عندنا هنايا حامضه ونص مصيره، كناخذوا غير اللب ديالها. وعندنا هنايا لكل دجاجه، انا عندي هنا جوج ديال الدجاجات كما كتشوفوا معايا. لكل دجاجه كناخذوا 5 ديال الفصوص ديال الثوم، يعني 10 ديال الفصوص ديال الثوم متوسطين. وعندنا ضامه ديال الزعفران، ممكن توفر عندكم الزعفران شعره كتستغنيوا عليها. هنا عندنا زلافه صغيره ديال الربيع، قزبر ومعدنوس مقطعين كي كتشوفوا. بالنسبه للتوابل، عندنا معلقه كبيره ديال سكنجبير حيت عندنا جوج ديال الدجاجات، وعندنا معلقه كبيره ديال الخرقوم عرق مطحون، معلقه صغيره ديال السمن، معلقه صغيره ديال البزار، شويه ديال راس الحانوت اولا المروزيه ديال الدجاج، ونص معلقه صغيره ديال القرفه. بالنسبه للدجاج كي كتشوفوا معايا، هو انا غسلته مزيان بالماء وبالحامض والملح، وكي كتشوفوا معايا كنقيه مزيان، ما كنخليش فيه كاع داك العصف ولا داك الشحمه اللي تتكون فيه وديك المواد الدهنيه كلها، تنقيوها مزيان وتنغسلوها مزيان. انا غسلته البارح بات ناشف عندي كي كتشوفوا معايا، ما فيهش حتى شي حاجه، لا الشحمه لا حتى شي حاجه، منقي مزيان. وهادو الكبيدات ديالنا والكناسي والعنيق مقطع هكا، غتشوفوا الطريقه ديالي كيفاش غادي نحضر معكم ان شاء الله. ونمروا لطريقه التحضير. الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ممكن تستعملوا حتى الاله اللي كنطحنوا بها البصل والثوم اللي كنفرموا بها كاع الخضار. انا عندي ما بغيتش نستعملها، علاش؟ علاش حقاش باش كاع اللي ما عندهمش هذيك الميفرامه، يعني حتى الكاس ديال الخلاط الكهربائي كيفي بالغرض. اول حاجه كناخذوا الثوم ديالنا كنديروه في الخلاط كما كتشوفوا معايا، وكنديروا ديك الضامه ديال الزعفران شعره، وكناخذوا غير اللب ديال الحامض، كناخذوش الحامض مصير، كناخذوا غير اللب ديالو، وكنخليوه القشره اللي غادي نزينوا بها من بعد فاش يطيب الدجاج ديالنا غادي نزينوا بها. كنحاولوا نشوفوا الا كان شي عظيمات تنحيدوهم تنزولوهم طبعا، وكنديروا كلشي في الخلاط. انا هذا الحامض مصير مصايبه على يديا في الدار، ماشي ديال الزنقه، من بعد ان شاء الله وغادي نصور معاكم. وكنضيفوا كاس ديال الماء، وكنطحنوا الخليط ديالنا مزيان. انا غادي نبدا نطحن وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي، بعد ما طحن لي الخليط ديالي كنديرو هنايا في واحد الاناء، وكناخذ هاد الهريسه كتبقى اختياريه، انا ضفت واحد نص معلقه ديال الهريسه كتعطي واحد النسمه زوينه للدجاج. كنضيف الربيع، علاش ما طحنت الربيع مع المكونات الاخرى باش ما كيجيناش المرق اللون ديالو اخضر، وما كي في الرؤيه ديال العين ما كيجيش زوين. كنضيفوا هنا معلقه صغيره ديال السمك كما قلت لكم، انا راه كنخدم بيديا، اصلا الدجاج خصني تخدم باليد يعني باش تدخل لي الطرميره مزيان. وكنضيف التوابل كلها اللي ذكرت معاكم، صافي. كنخلط المكونات كلها، ما كنديروا لا زيت لا والو في الاول، هذا من سر من الاسرار ديال الدجاج باش كيجي داخله ليه العطريه مزيان ومدغمر مزيان، ما كنضيفوش الزيت في الاول. كنضيفوا واحد الكاس ديال الماء، من غير الكاس اللي طحنا فيه الثوم ومصير وداكشي، كنضيفوا كاس واحد اخر كتشوفوا معايا، صافي. وكنبداو بسم الله. كناخذوا الدجاج ديالنا، اول حاجه كنفلحوا شويه الصدر باش تدخل ليه، كنفلحوا واحد شويه باش كتدخل ليه الدغميره مزيان. وكنبداو كنحكوا الدجاج ديالنا، طبعا كندخلوا هاد الدغميره مزيان هنا في بين الجلده وبين الصدر، كنحاولوا نحكوها مزيان. نحاولوا نحكوا على الدجاج ديالنا كله، ما كنخليو حتى شي بلاصه. صافي، والدجاج اللي حط ليه الدجاج اللي شرمناها كنوضعها في الطنجره. كندخلوا هكا رجيلات هنا بجوج كتشوفوا معايا،
نتخلصوا من هذا الفائض بحال هكا. كناخذوا الدجاجه الثانيه بنفس الطريقه حتى هي كنفلحوا شويه الصدر باش كيتشرمل معنا مزيان الدجاج وكتدخل ليه التخميره مزيان غير شويه، ما كنحاولوش نحلوه بزاف باش ما يتشتتش لينا في الطياب. وبنفس الطريقه كندخلوا الشرموله ديالنا بين الصدر وبين الجلده، الخيلات حتى هما من هنا والداخل ديال الدجاجه. من الاحسن الا بات عندكم يكون احسن. بحال دابا كنتو باغيين الغدا كتشرملوه بحال هكا فهاد الشرموله بحال هكا كيبات كيجي زوين وكيجي شارب ديك العطريه كلها. صافي الدجاج ديالنا كما كتشوفوا بعد ما شرملتو غادي نعقدو، كناخدو الخيط غذائي كنعقدو الدجاج ديالنا، نعقدو ليه الرجيلات بجوج باش ما كيتحلش لينا في الطياب. ندوزو الدجاجة الثانية حتى هي بنفس الطريقة، حزمو ليها الرجيلات. هنا في هاد المرحلة كنقلبو الدجاج على الصدر ديالو كتشوفو معايا باش الصدر هو لي تياخد الطياب، أو كنضيفو جوج بصلات مشلضين، بصلة بيضة طبعا ماشي الحمراء. وكنضيفوا هذيك التغميره كلها اللي شافت لينا حيت ما غنضيفوا لا عطريه لا والو، العطريه اللي درناها هنا هي اللي غادي تفتح لنا. كنضيفوها هنا صافي. وغادي نضيف هنا جوج ديال الكؤوس ديال الماء وغادي نديرو يطيب على نار مهيله، غادي نقص عليه النار مزيان. انا غادي نشعل البوطه دابا غادي نغطيو وغادي نكمل معاه. صافي وكنغطيو على الدجاج ديالنا نص غطيه، ما كنغطيوش بزاف كنخليو شويه نغطى بحال هكا باش ما يطردقش لينا الدجاج، كنخليو بحال هكا ومره مره كندورو الدجاج ديالنا شويه على هذه الجهه ومره على الجهه الاخرى حتى كيطيب عندنا ان شاء الله. وعاد ديك الساعات انا غنكمل معاه. كنبداو كنقلبوا الدجاج ديالنا كما قلت لكم، ها هو دابا كان على الصدر قلبتو على الجهه الاخرى غير واحد شويه، من بعد غادي نردو على الجهه ديال الصدر مره اخرى وغادي نخليه حتى يطيب، ما غاديش نبقى نحركو نهائيا. هنا كيبان لكم هنايا بدا كيتنفخ الفخيدات بداو كيتنفخو، هانتوما كنتقبهم شويه هكا باش يخرج داك الماء، هانتوما كتشوفو كيخرج منهم الماء، كنتقبهم واحد شويه صافي. وغادي نرجعهم على الصدر وغادي نخليهم حتى غادي يطيبو وغادي نرجع معاكم باش نقول لكم اشنو ضفت. فهاد المرحله هادي ملي بدا الدجاج ديالنا كيدخلوا الطياب كتشوفوا معايا هو بدا كيدخلوا الطياب وبدات المرقه كتشرب عندنا، فهاد المرحله كنضيفوا تقريبا نصف كاس ديال الزيت المائده ماشي زيت الزيتون، زيت الزيتون حتى الاخر عاد غادي نضيفوا. هنا عندنا تقريبا نصف كاس، انا قياس في عينيه عيني ميزاني كتيقولوا صافي، نصف كاس ديال العلبه ديال الزيت. ما كنديروش الزيت في الاول غير باش ما تدخلش لينا باش تدخلنا العطريه مزيان، وكنعرفوا الزيت كيحبس ان المواد اللي درنا كلها ما تدخلش للدجاج، ويلا ما درناهش كتدخل لينا التغميره مزيان وكيجي زوين كيجي شارب ديك العطريه كلها اللي درناها. صافي وغادي نغطيه نص غطيه كيف ما قلت لكم بحال هكا صافي. وفاش غادي يطيب انا غادي نحيدو غادي نكمل معكم المرحله الاخيره. الدجاج ديالي حيدتو كيف كتشوفوا معايا، هنا الكبده ديال دوك جوج دجاجات اللي حمرنا قطعتهم وسلقتهم واحد شويه طلعت فيهم غير الغليه مع واحد القطيره ديال الخل. غناخذ دابا شويه ديال لاصوص من هنا وغادي نضيفو عليهم باش يطيبوا فيه كتشوفوا معايا. وعاد غادي نضيف هذوك الكنيسات جوج ودوك العنيكات قطعتهم هكا رقاق غادي يطيبوا في ساعه. ودابا غادي نضيف جوج بصلات، جوج بصلات شلطتهم وغادي نضيفهم يطيبوا هنا مع هاد لاصوص اللي بقى لينا هنايا كتشوفوا
صافي وغادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب مزيان. قبل هادشي غادي نضيف واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون، كاس صغير يعني نصف كاس ديال العنبه ديال زيت العود. صافي وغادي نخليو هاد الطميره ديالنا طيب مزيان. هاد البصله حتى غادي تغمر لينا وغادي تعلق وغادي يطيب، ما غاديش يبقى الماء، غادي يبقى غير القطره ديال الزيت وديك الطميره ديال البصله. صافي ان شاء الله وغادي نقدمو معكم. الكبيده ديالنا هي درتها هنا كطيب على نار مهيله يعني متوسطه، وغادي نضيف عليها تقريبا معلقه ديال زيت الزيتون، وغادي نخليها حتى غادي تشرب هاد لاصوص كله، وغادي توقف لينا غادي تبقى غير بوحدها هي وزويته. صافي طاب الدجاج ديالي كتشوفوا معايا، انا درتو هنا في لاطا اللي كتدخل الفرن، فرشت فيها البابي كويسون وانا حطيتو، كتشوفوا باقي البخار طالع. المهم انا الخلطه اللي غادي ندهنوا بها اللي كتعطي واحد اللون زوين، وفي نفس الوقت كتجي اللذه ديالو زوينه بزاف، انا غادي نحمرو في الفرن، ما كنبغيش نقليه في الزيت. ممكن تقليو في الزيت، كدير واحد الكوكوط ولا شي طنجره كديروا فيها الزيت يكون الزيت غزير، وكديروا فيه قطيره ديال الخل وشويه طريف صغير ديال الزبده كديروا بداك الزيت وعاد كتقليه، كيعطي واحد اللون رائع حتى هو. غير التفاهه ديال الزيوت انا كنفضل يتحمر في الفرن. هنا عندي شويه ديال الزبده، معلقه ديال الخرقوم عرق، ما كنديرش ملون غذائي اللي كيتباع اصطناعي ما كنديروش، هذا مطحون على اليد. هنا عندي معلقه ديال لاموطارد ونص معلقه صغيره ديال السمن. كنخلط هاد المكونات كلها كي كتشوفوا معايا، نخلطها بيد مزيان. ممكن تضيفوا شويه الهريسه هنا في هاد المرحله، شويه ديال البابريكا التحميره، كل واحد على حسب اللي متوفر عنده ممكن. صافي كنبدا كندهن في الدجاج ديالي، هو باقي سخون في ساعه كيذوب عليا هادشي، كنحاول نضرب الجوانب كاملين. صافي انا غادي ندخلو دابا الفرن نسخن مزيان، وغادي نخليه حتى غادي يتحمر عندي من الجوانب كاملين، وغادي نقدمو معكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال الدجاج ديالنا بعد ما طاب تحمر الفرن كي كتشوفوا. دوك الكبيدات اللي شرملت فيك شويه ديال لاصوص هما هادو، زينتو بقشور ديال الحامض مصير اللي حيت منهم داك البابا، وهذه هي الدغميره ديالك كتشوفوا، وشويه ديال الزيتون. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه ان شاء الله، وتطبقوها مع وليداتكم مع الاحباب ديالكم ان شاء الله. وإلى فيديو قادم ووصفة جديدة.